ما انا عملتش حاجه. ده اللي متعصب، انت اللي هتتعصب. ثانيه واحده، هو ده النظام الجديد؟ هو طول عمر النكد بيبقى في اخر الخروجه، عكستيها بقى النكد بعديها الخروجه؟ لو عايز تعرف مالي هقول لك فزوره تحلها. هو انت اشتغلتي ببرامج مسابقات؟ هو ايه رايك لو هقول لك فزوره تحلها؟ طالبه معاكي فوازير. حاجه مدوره بطيخ انا عايزه اكمل الفزوره مش عايزه هزار. حاجه مدوره بتتلبس في الصباع من الذهب، اي اتنين مرتبطين بيلبسوها. دبله. برافو يا حبيبي شاطر، برافو. فين بقى دبلتك؟ ما الدبله هي ايه؟ ايه؟ اخر مره شفت دبلتك كانت امتى يا بيه؟ لا انا مش فاكر. مش فاكر؟ لا يعني هحاول افتكر. كان ايوه كان الصبح تقريبا. ايوه الصبح تقريبا. تقريبا بيقول لي الصبح تقريبا. يا جماعه احضرونا احضرونا. بتكلمي مين هناك بس؟ شكرا. انا عايزه رد قاطع، والا هعمل رد فعل انت عارفه كويس. لا لا لا، على الله يبارك لك، مش كل مره. دبلتك فين؟ انا صحيت الصبح صورت اللي هي الصوره الصباحيه اللي بصمه الحضور دي. اللي ببعتها لك اثبت لك ان انا صحيت. حصل. صح. لقيت بابا قاعد، صبحت على بابا واتكلمنا شويه. اتكلمتوا في ايه؟ ايه؟ اتكلمتوا في ايه؟ ابويا انا. ايوه اتكلمتوا في ايه؟ ايوه اتكلمنا يعني في كذا حاجه تخص البيت يعني، وجاب سيرتك حتى وقال لي يا واد خلي بالك منها وشيلها في عينك واوعى تزعلها انا بحبها. قلت له بابا لا انا عمري ما ازعلها. قلت له ده انا بشيلها في عيني. قلت له بابا انا بحبها. انا كمان والله بحبك. بقى بتغيرش الموضوع، انت بتغير الموضوع. انا عايز اعرف دبلتك فين. فسبت ابويا بقى ورحت الحمام عشان اغسل وشي. ما انا لسه صاحي. صباح الخير. ربنا يخليك. فوقفت قدام الحوض وقلعت الدبله. قلعت ايه يا حبيبي؟ الدبله. فين؟ في الحوض. في على الحوض. سبتها على الحوض يعني، على الحوض. خايف عليها لا تصدي. لا ما دي ذهب يا بابا، ما تصديش. انا لما بغسل وشي بالدبله كده هي بتضايقني يعني. بتضايق؟ لا مش في المطلق، مش بتضايقني في المطلق، هي بتضايقني في غسيل الوش بس مش في المطلق والله. خلصت البس الدبله. ما انا ما كنتش خلصت. وانا بغسل وشي سمعت صوت جرس الببرن، فابويا راح فتح. مين؟ بابا اللي كان بيتكلم عليك وبيحبك. اللي قاعد معايا في البيت ما انت عارفاه انت. فانا رامي ودني كده لقيت في صوت خناقه بقى وبتاع، عشان ايمن المكواجي عمل له البناطيل كلها من غير كسر، وانت عارفه بابا بيحب الكسره. يا كسره نفسي انا. خلصت البس الدبله واسيب ابويا يتضرب. وجريت جري بقى على ابويا، قعدت احوش وقلت له خلاص يا بابا البناطيل دي عندنا وانا هكسرهم لك كله يعني، الدنيا بسيطه وسهله وبتاع. وابويا هدي كده وقعدت اتعكله في صدره وحاجات كده. قمت داخل بعديها بقى المطبخ، قلت اعمل سندوتش عشان النسكافيه انت عارفه دكتور البطن قال لي ما اشربش النسكافيه على بطن فاضيه. طب البس الدبله. ويجي لي قرحه في المعده بقى. رجعت سندوتش عشان ما عياش واتعب وبتاع، وشربت النسكافيه ودخلت خدت دش جري كنت متسربع قوي عشان اخد دش وقمت لابس ونازل وجيت للجري علشان ما تقفيش في الشارع. خدت دش والله استحميت. ايوه نعيمة. حلو. وانت بقى في الدش وخلصت خلاص وعملت شعرك كده ونشفته وخير ايه اللي هحط هناك؟ ده حاجه بتبرق اكيد الدبله. ما انا سايبها من الصبح. ايوه هناك. البس الدبله بقى. بتلبس الدبله وانا بالبشكير ويجي لي نزله شعبيه؟ هو انت ده كل اللي همك؟ انت كل اللي همك البس الدبله؟ مش همك اخد نزله شعبيه؟ مش همك يجي لي قرحه في المعده ولا ابويا يتضرب ولا حتى البناطيل بتاعته من غير كسره؟ ده ايه الانانيه دي؟ هو ده كل اللي همك؟ انا بحبك، مش الدبله هي اللي هتثبت لك اذا كنت بحبك ولا لا. افهمي ده كويس، دي حتة معدن مش هي اللي باقيه لنا، انا وانت اللي باقيين لبعض. بحبك وبموت فيك، افهمي. بطلي تتخانقي على حاجات بسيطة وتافهة. ايه ده؟ ايه ده حضرتك؟ فين الدبلة؟ اصلا انا لما صحيت الصبح. نعم يا عينيا. انت مجنونة؟ هو انت مجنونة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تنحرق الدبلة ده يا الله. يا الله. تقول ايه مجنونة ويا بابا تقول يا ده.